تنتج أمراض القلب عند حديثي الولادة بسبب التشوهات والاختلالات التي تصيب قلب الجنين قبل ولادته أو التي يمكن أن تظهر مباشرة بعد الولادة. لكن كيف يتم تشخيص هذه الأمراض القلبية عند حديثي الولادة؟ وهل يمكن علاجها؟ حلقة هذا الأسبوع من برنامج التشخيص نسلط الضوء فيها على هذا الجانب المهم جداً من صحة الطفل وتحديداً صحة حديثي الولادة. حقيقة هو جميع الأطفال بعد الولادة من المفروض أنه نفحصهم فحص كامل وشامل، مو بس على الأمراض القلبية، في العيادة بعد الخروج من المستشفى أو خلال الأسبوع الأول. هذا التقييم هو عبارة عن تقييم شامل، وأحد الأشياء اللي ننظر إليها بالتفاصيل هو جهاز القلب والأوعية الدموية، لأنه في بعض الأمراض والعيوب الخلقية قد لا تكون واضحة عند الولادة مباشرة، فيخضع الطفل إلى تقييم كامل من ضمنها نقيس كمية الأكسجين في الدم، نشوف نسمع دقات القلب، ونشوف جميع النبضات في أعضاء الجسم كاملة. إذا الطفل يكون خامل أكثر من اللازم، الطفل ما يرضع، يعني كبداية هذه أحد الأعراض. بس أحد الأعراض اللي مرتبطة جدا في القلب هو إذا الطفل يرضع ويتعب بسرعة، يعني الطفل المفروض يرضع لمدة ربع ساعة 20 دقيقة في بداية، لكنه الأطفال اللي عندهم مشكلة في القلب تشوفين يرضعون 5 دقائق ويتعب، يوقف يعرق وينام ويصحى بعد شوية جوعان ويرضع مرة ثانية بس ما يكمل، كأنه مثل ما عنده اكسرسايز ويتعب فيها. اهتمامنا بالطفل يبدأ من فترة الجنينية كمحاولة تشخيص أمراض قلب ولادية. الموضوع هذا بيبلش مع التصوير اللي بيتم بالأمواج الصوتية من قبل الطبيب النسائية أو أطباء الأشعة المختصين بهالمجال. هن بيحاولوا خلال الفترة اللي بيعملوا فيها كشف الجنين بشكل كامل إنه يركزوا بجزء من الفحص اللي بيعملوه على القلب. في صور معينة مطلوب منهم ياخدوها، فإذا لاحظوا شيء غير مريح لهم بيحولوا الطفل أو الأم لأطباء قلب أطفال مختصين أو أطباء أشعة أو نسائي مختصين بتصوير القلب في المرحلة الجنينية. هي ممكن أنه تكشف بحدود 50 ماكسيموم بجوز 60% من الأمراض القلبية الموجودة عند الطفل خلال الفترة الجنينية. عدم الكشف عنها بصورة كاملة هذا شيء لا يمكن، لأنه طريقة جريان الدم في القلب ضمن الفترة الجنينية مختلف، لذلك الضغوط مختلفة، جريان الدم مختلف، الطفل ما بيتنفس خلال وجوده في الرحم، لذلك الأرقام اللي بتطلع معنا والصور لا تعطيك فكرة 100% عن كل شيء موجود في القلب إذا كان في شيء موجود. إذا عم نحكي على الآفات الخطيرة ممكن يكشف فوق 90% منها أو 95% منها، لكن بالنسبة للحالات كلها البسيطة والمعقدة النسبة لا تتجاوز 60% بأفضل المراكز الطبية. القلوب بالنسبة لأمراض القلب الولادية عند الأطفال، أمراض القلب هي أكثر الآفات الخلقية شيوعاً. إذا بتقارنيها بالأجهزة الجسم الثانية، الأمراض القلبية هي أكثرها شيوعاً. تحصل بنسبة تقريباً 1%، يعني من كل 100 طفل بيلد في طفل ممكن يكون عنده آفة قلبية. لكن هالموضوع بيختلف، يعني مو كل الآفات القلبية آفات معقدة أو آفات بدها تداخل جراحي أو دوائي أو شيء بهالمجال هذا. كثير من الأحيان بتكون آفات بسيطة، ممكن لوحدة القلب يعدل على وحده، بعض أشياء بدها علاج دوائي لفترة معينة وبعدين بتتحسن، وفي بعضها اللي هي نسبة 25% من هالآفات هي بتكون آفات خطرة تحتاج للتداخل سواء بالقسطرة أو بالجراحة بأول سنة من العمر. أولاً الفتحة بين البطينين هي أكثر آفات القلبية شيوعاً، هي اللي أكثر شيء بنشوفه. الفتحة اللي بين البطينين أو الفتحة بين الأذينتين أو الأشياء المشابهة هي تعتمد على التصوير بالإكو، مثل ما لكم شايفين هون الإكو عبارة عن أمواج صوتية منشوف بالقلب. أولاً الصورة بالأبيض والأسود اللي بيسموها 2D imaging، يعني فقط تطلعي على تركيبة القلب بدون ما تحطي صور الدوبلر اللي هي بتورجينا اللون. ما لكم شايفين في عنا هون الصورة بتبين لنا القلب
مع جريان الدم فيه، وبيكون جريان الدم باتجاه البروب بيكون اللون احمر، بيكون بعيد عن البروب بيكون اللون ازرق. فاذا لقينا انه هالدم هذا عم يمشي بالقلب باتجاه الخطا او عم يمر من منطقه المفروض ما يمر منها، مثلا مثل الجدار اللي بين البطينين او الاذينتين، في فتحه موجوده الدم عم يمر فيها ضمن هالغشاء اللي المفروض يكون مغلق. عند الشك بوجود مشكلة قلبية معينة لدى المواليد الجدد يتم تحويلهم إلى قسم العناية الفائقة كي تتم مراقبتهم على مدار الساعة. ويجب التنويه إلى أن الأسبوع الأول من ولادة هؤلاء الأطفال هو أسبوع حرج، يتم مراقبتهم بشكل جيد جداً والتأكد من سلامتهم بشكل صحيح. الفترة اللي هي الفترة الحرجية اللي بنعتبر الحرجة مثل ما قال الدكتور إبراهيم، هل هي الفترة اللي بعد الولادة مباشرة بأول أسبوع من العمر، هي بالنسبة لنا نحن تعد فترة أكثر فترة التشخيص المبكر فيها مهم جدا، لأنه في قناة بتكون موجودة ضمن القلب اللي هي بسموها القناة الشريانية، هي ممكن تضل عم تغذي الرئتين أو الجسم على هو نوعية مرض القلب وتضل محافظة على وضع الطفل مستقر. هالفتحة هي متى ما أغلقت اللي هو التطور الطبيعي لهالفتحة هي أو القناة، متى ما أغلقت الطفل ممكن يتظاهر بوضع خطير. فبالفترة الأولى أول تقريباً أسبوع أو أسبوعين من العمر حتى الأشياء اللي نوعاً ما كتير يعني بتشغل البال المفروض أنه تنبه الأهل، مو غلط أنه إذا في شيء ما ارتاحوا له أنه يتواصلوا مع طبيب الأطفال تبعهم، يشوفوا أنه في داعي أنه يشوفوا الطفل بالعيادة. طبعا طبيب الاطفال جزء من تدريبه هو التدريب القلبي، كمان التدريب على الامراض القلبيه، فاذا لاحظ شيء غير مريح، شغله ما له كثير يعني حاسسها انه ضمن النطاق الطبيعي للطفل، ممكن يطلب من طبيب القلب انه يشوف الحاله. يعني في حالات مرت علينا كثير الطفل الجراحه لازم تتم باول 24 ساعه من العمر. طبعا كل ما صغر الطفل وكل ما وزنه قل بتصير نسبة الخطورة أعلى، ونسبة الصعوبة بالنسبة للجراح اللي بده يعمل العمل الجراحي أعلى، هذا لا شك في ذلك. لكن في تطور رهيب صار بجراحة أمراض القلب من العقد الماضي لحد الآن، صار معظم الآفات البلادية القلبية ممكن علاجها بالجراحة أو بالقسطرة وبنتائج ممتازة. لذلك هلأ نحن عم نشوف كثير مجموعة ناس كبار بالعمر عندهم أمراض ولادية، بس بسبب أنه صار في جراحة متقدمة قدروا أنه يمروا بمرحلة الطفولة ويروحوا لعمر الأدلتود وعمر البلوغ ويضلوا لساعتهم موجودين. وهلأ بيقولوا أنه بال2010 كان موجود بأمريكا 1,000,000 طفل عندهم أمراض قلب ولادية خلقية، وفي 1.4 مليون أدلت عندهم أمراض قلب ولادية. Thank you.